افتح بسرعه يرحم امك. ايه جاب عيال القبيله كلهم. What the hell is that؟ انحاش بتم تناظر. ايش الزومبي الملتهب هذا؟ ثواني خلنا نستوعب. زومبي يطير وكله نيران، يذكرني باللعبه هذيك حقت السلاسل اللي فوق دراجه وكل السلاسل ناريه اللي معاه. هاتوا لي اياه، هاتوا لي اياه، هاتوا لي اياه. الحين ركز في هذا ولا في هذا. انا المشكله هذا سبايدر مان على ابو سبك. طيب ادخل وسكر الباب يا اخي. السلام عليكم يا اخي. سلام. اسمع الصياح والله لا اجيك، اصبر بس خلنا هيل. بدخلكم واحد واحد. واحد 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 يا اخوانا. ممحون ممحون، حكه فيه حكه فيه. يبا بنزل لك وربي لا انزل لك. لا لا تجلس تصارخ وانت فوق هناك. خلنا بلوتهم على السريع. يخرب بيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب. وأخيرا نزل الجزء الثاني من داينغ لايت 2. أشكركم على دعمكم ولايكاتكم وكومنتاتكم في المقاطع الماضية، شكرا جزيلا. واليوم راح نبدأ سلسلة تختيم هذه اللعبة بإذن الله. طبعا ألعاب المحاكاة وفيفا ما راح أقطعها غالبا بإذن الله، أني راح أنزل مقطع تختيم ويكون في نفس اليوم مقطع ثاني لفيفا أو ألعاب المحاكاة اللي متعودين عليها، يعني مدة المقطع تكون قصيرة. أما التختيم طبعا لازم تعرفون أكثر من نص ساعة، ما بين نص ساعة وساعة غالبا راح يكون مدة المقطع. إذا ما كنت مشترك يا ريت تشترك وتاخذ تفرغ في القناة، راح تلقى اللي يعجبك ان شاء الله. ولا تنسوني هذا المقطع باللايك والشير. طبعا واحد من الشباب قال لي الشير حتى لو تسوي رقمك الواتساب الثاني راح ينحسب كدعم لهذا المقطع وراح ينتشر، مثل التعليق واللايك والهذا يساعد بنشر المقطع. ونيو جيم بسم الله. The world's greatest minds came together and found a vaccine against the Huron virus. Finally, mankind had prevailed against the disease. People always want more. الناس دائما يبون المزيد. القناعة يا عزيز المشاهد كنز. Despite a promise to shutter its labs, the GRE continued its research in secrecy for military purposes. It didn't take long for a variant of THV to escape into the world once more. The fall happened more rapidly than anyone could have predicted. The only means of contact between distant human settlements are lone individuals, brave or desperate enough to travel on their own across dangerous wastelands. They are known as pilgrims. Somewhere on the map, one city is still standing. A city isolated from the outside world. المدينة الوحيدة. A city with special rules. لها قوانينها الخاصة. Now, it's the last bastion of humanity. A chance for us to learn from history. And for once, make the right choices. Yeah. Because every choice you make here shapes the future. Wow. Irreversibly. يا ساتر يا ساتر. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. الله. تعب على المقدمة والله. بداية اللعبة عجبتني النغمة يا اخوان، بداية اللعبة عجبتني النغمة. 2036 بعد 14 سنة من الحين. 15 سنة بعد السقوط. يعني الرجل الجماعة متعودين الحين على الزومبي والامور طيبة، تطلع من البيت شايل معك القبر. الله عليك الله عليك. هذا الصوت الظاهر اني بجلس اصارخ.
يلا هناك. بسم الله. You still got it. You know, this game used to be more fun. And you used to be younger. And dumber. ايدن اسمه ايدن يقول عجزنا عجزنا. دقيقة في سبتايتل بالعربي اتوقع. للأسف الظاهر ما في اي شيء. سبتايتل اون ميديوم سايز اللون سبيكر كلر باك جراوند ما في عربي. لا يا زمن بس يلا ما عليه بترجم لكم انا على السريع. انظر عزيزي المشاهد الى جمال المنظر وانظر. ما شاء الله تبارك الله. اوه هوبا اوكي هنا ايش هذا الازرق؟ استمن الظاهر. حلو. Shit man, you're still strong. فعليك ما زلت قوي. وين ال أين الطريق إلى وصالك؟ دلني. الله دقيقة قبل لا أروح له. أعيدوا النظر يا جماعة، تمعنوا هذا المنظر. تخيل تصحى من النوم تلقى هذا المنظر في وجهك. والله ما راح تتابع يوتيوب أصلا ولا بتعرف قناة. بتدرس بس تناظر في هذا. It's good to see you, Spike. I mean, how long has it been? Far too long. But don't get all mushy on me now. Come, I want to show you something. وش بتروين؟ أول شيء نستخدم السنس نشوف المواد أو المصادر اللي نقدر نشلها. طيباني. لا لا مش كذا يا طيب مش كذا. سيرش. أيوة كذا شلينا. أوكي باني أخذ الثاني هذا. كذا جمعنا. This will do. هذه الشغلات اللي اخذناها تفيدنا كدواء. هنا وين نخزن الكرافت كامل. كل ما تضغط على واحد يعلمك كيف تستخدم هذا الشيء او كيف تحصل عليه. يعني مثلا هذا يقول لي تحصله في الروف جروفز في المرتفعات الظاهر ويستخدم في الدواء وبوستر. الحين يقول لي روح للبلو برنت شوف عندكم الميديسن. الحين راح نستخدم نسوي كرافت واحد. خذ من الزهور هذه اللي اخذناها والعسل وبيسوي لي هيل 50 وياخذ 4 ثواني ويعطيني واحد بس. جميل نروح انفنتوري. هذا هو المدسم موجود وهذا العتاد كامل. طبعا ما عندي شيء حاليا. هنا تحت التولز حطوا لي اياه وهنا الاسلحه وهنا الاكسسوارات وهذه المواد اللي تستهلكها نفس الدواء اللي قبل شوي. في عندك شنطه ما شاء الله 12 غرض اقدر اشل. وهنا الظاهر الرصاص وكذا امينيشن وهذا الكرافت بارت الشغلات. العسل مثلا الحين انا يوم استخدمت الدواء او سويت كرافت للدواء هذا زاد عندي. فاي شيء اخذه راح يكون هنا في الكرافت بارت اللي ممكن نسوي له كرافت. وهنا لوك بيك. يا الله اللوك بيك يلاحقني في كل لعبه. هذا حق معك الحرامي. وهذا السكيلز يا سلام يا السكيلز. هنا السكيلات اللي كلها راح نطورها. طبعا ما عندنا بوينت مفروض انه فيه بوينت فمع الوقت راح نجيبه ونسوي سكيل موفمنت. نظام سبايدر مان عرفت لعبة سبايدر مان كذا. هنا ممكن يعطيك نصايح هنس كلايمبينج تسلق وكذا. اي نصيحة تيجي راح تحصلها هنا اذا فاتتك في التعليمات. وهنا الجورنال المفروض انها تقدمك في القصة وش التاسك اللي مفروض تسويه عشان تتقدم في المشن اللي انت فيه. طبعا في انواع كثير اكتيفيتيز فيه القصة الرئيسية وفيه القصص الجانبية. يلا يلا هبينا هبينا. ما شاء الله انا شايف الباب الاسطوري. اسمع اصوات حواليني. معليش انا دب وسع شوي الباب. واو somebody had a nice crib. damn it locked. I'll try to get through here. you check the other side. take anything we could use. yeah sure. مسكر الباب فيقول لي روح شوف لنا مدخل ثاني الله يرحم والديك. ما اتوقع يمديني اتسلق. You'll never find a way in just standing here. standing. الله لا يعمينا. انا جالس احوس وانطنط وراك تقول لي standing. ايوه هنا في مدخل.
الله اكبر. ما في اي زومبي. في سيكل. والله بيفيدنا السيكل. ركبته. حلو. شلون انزل منه الحين؟ في واحد ثاني في الارض. مش طلعني هذا. وش هالقربعة داخل الله يستر. اوكي. سوينا سيرتش. نفصص الاغراض هنا. واضح. راقص. حلو واضح انه بيفيدنا في الجروح مجروح. وهنا عندنا صابون. تعرف مع الشاور وكذا. فاكيد بيفيد. وهنا واضح انه فيه الفيروس. فمفروض اني ما المسه. اشوف حمار حوالينا. بس خلنا نشوف. 5 years later. يقول بعد 5 سنين من يتذكر هاران؟ هل فيه امل للناس او الاف الناس اللي انحشروا في هاران ولا قدروا يطلعون؟ فيقول لك منذ 5 سنين مرت 5 سنين منذ انعزال هاران عن باقي العالم. الظاهر هذه هاران اللي كانوا يتكلمون عنها في بداية اول لقطة. الكاميرا انا عارف. Everything all right? Yeah, just rats. شوف فتح الباب. We parted ways. Why? I'm starting to worry about you. And you know our saying. If you're starting to worry about someone, it means it's time to go. Okay. قانون جميل صراحة. إذا بديت إذا بدأ يجيك شعور سيء على طول هذا يعني غادر المكان. بس دقيقة قبل أن غادر المكان يا حبيبي. أنا في شغلات لازم أسويها. رايس رز. شفت؟ لو غادرت المكان بدون الرز وش كان بيفرق معنا؟ وش ذا على الجدار اللوحة؟ اللوحة اللي ما تدري وش هي. And that's what they called art? اي والله انك صادق. جاي معجن كذا شوية ها وقال لك الرسمة ببيعها بمليون دولار. وش عندنا هنا؟ Who do you voodoo? Sounds familiar. يطقطق. الله الباك باك. هذاك اللي ولا ما يمدينا نشلها. 6 دولار يا اخوان. هل يمدينا نعزف؟ طيب اطلع لكم المواهب. الحمد لله ما يمدي. المفروض تتحمدون الله انه ما يمدي. خلنا نغادر هذا المكان. اعوذ بالله. اللحس مخي. شوف واحد هنا واحد هنا طلع التمثال هذا. قلت زومبي خش علينا. بس كويس اني انتبهت لانه فيه صندوق لسه ما نارا زب نادى. والله اوه في باب ثاني بعد هنا على اليسار. هنا بنبدا نتعرف على الزومبي الظاهر. يا الهي سوري ديف جود باي. It's heartbreaking. There's nothing like a party to celebrate the end of the world. They died on their own terms. Let's hope we get that lucky too. I'll see what's upstairs. You check out the garden, okay? Okay. Okay, يقول هذا على الأقل حصل الفرصة أنهم يستمتعون في نهايتهم أو قرروا نهايتهم خلاص. جلسوا يدخنون شربوا لهم بيرة ومخدرات. الظاهر هي والحبيب حقها نفس الشيء جالس يشرب اوه ثلاثة ما شاء الله. بارتي الوداعية. اوكي ما شاء الله تبارك الله اهنيكم والله حسن الخاتمة ما شاء الله. اوه الدي جي كله هنا طرب كله يبدأ من هنا. سمعت النغمة كيف طلعتها برجلي؟ وش هو ذا؟ ما شاء الله حلوين والله كانوا.
Dearest Mary, I'm sorry I ran from you. They say that once the virus makes you turn, you're gone forever. That can't be true. I know you're still in there, underneath all that pain and disease. I'm coming to join you. No more running. God. Ace, come here. Check this out. استسلم. هذا حبيبته الظاهر مصابت بالفيروس وقال لها جايك بالطريق. خلاص طفشوا من الهرب من الفيروس هذا. ف قرروا يتحولون الى زومبي. Sit down, buddy. For you. A gift? A gift from the heavens, to be more accurate. والله يوم قلت قبل انهم جابوا لي. By the owner's dead body. May it be of more use to you. أكيد. Here. يقول لي بتستمتع فيه انت اكثر. يعرفني محاكي المقهى جالس على حقهم. It's gone flat. Look at you and your sophisticated palate. Drink. Who would have thought the end of the world could be so peaceful? Yeah, at least until night falls. True. I wish Crane could have seen this. Who? Doesn't matter. آه كان في حبيبة اسمها كرين. ما لقيت إلا كرين. كرين. I tracked down that guy for you. يقول تبعت الجاي هذاك for you. من هو الجاي هذاك؟ Hey, what? And you're only telling me now? When I tossed you a beer, thought you'd guess right away we're celebrating. نحتفل. The guy's in Villador. Supposedly he knows something about Waltz. Villador. Villador. I saw him that close, huh? Well, I talked to him over the radio. He didn't tell me his name. Sounds like he's got something to hide. See that antenna on the hill? أيوه. That'll help you contact the informant. He'll be listening for you at dawn on a frequency of 140.200 megahertz. Told him he'd hear from you soon. أساءة الظن والله. هذا بالي يقول لي شوف الطويل هذاك. Do you know what he wants in return? يعني إيش يريد في المقابل؟ What does he want in return? أدري من هذا الشخص اللي يلاحقونه. But he didn't sound like the kind of guy who does things for free. I don't think that kind of guy exists. And that Waltz. What's his deal? Is he family? Mm-hmm. No, not at all. Then why are you looking for him? Will you tell me sometime? يبحثون على Walt. Yeah, one day. Walt. Well, my time's up. So when will I see you again, huh? In another 2 years? Maybe. Take care, man. Take care, brother. I hope you find that Waltz guy, or whoever you're looking for. I hope for you the best, too. And remember, 140.200 megahertz. At dawn, the guy's waiting for you. 140.200. Okay. ايش هذا راديو تواصل بيننا الاثنين ولا ايش؟ وين راح؟ مع السلامة. افترقنا وعلى اساس اني انا ادور على شخص اسمه وولت. الله العالم ليه؟ ما فهمت صراحة. ما حد شاف؟ اصلا هم يبون ينزل تحت، عرفت؟ فأنا فاهم الحركات هذه، ما في شيء فوق. ايوه بدينا نسمع الأصوات الطيبة. ليه افتح أكثر شوية يا أخي، ليه يحبون الضيق؟ والله لو أجلس بس أناظر في المنظر هذا. ودي أسوي كابتشر كذا وأحطها صورة في الديسكتوب أو الجوال. جرافكس رهيب بس اتمنى ان القصة تكون رهيبة بعد. لا والله ما هذا. ايوه اسمع واحد تحت. تتوقعون لان نطيت هناك؟ شو لو تلاحظون احلى شيء ما يقول لك وين طريقك، بس يقول لك في علامة صفر هناك ووصلها، عرفت؟ بتنط من هنا تروح للزومبي هذاك اللي صارخ هناك، بتروح من هناك، يعني كل الطرق هذا. بس انا اشوف ان البحر عميق شوي كانه، صح؟ وش رايكم؟ دقيقه نعطيها النطه اللي من هنا. بسم الله. هوبا.
حبيبي محنك في التختيم. يقول لك بيل جيتس هذا اذا ودك تنجز الامور جيب اكسل واحد، شوف لك اقرب طريق واسرع طريق، طريق المختصر، الزومبي لاحقين عليهم. والله بس وصلنا، تخيلوا فريت اللفة هذه كلها. صباح الخير. ايوه هنا عزيز المشاهد اول فايت بتشوفها بعد شوي، بس ما اعرف كم بايترز. بايترز يعني بالله عليك انت ماشي كذا. الله اكبر، والله الفايت رهيب. ها التعظ من خويك احسن. ايه لف ظهره. ايش في رجع دور اقول لك ما انا ما تحرش فيني مسكين. مسكين في حاله هذا، والله مسكين يا اخي. وثيث له تخاويني. تعال تعال والله دور لي اخوي. تعال واضح ان الغرفه هذه فيها بلاوي، خلنا نشوف. ايوه لقط لقط لقط، لا تخلي شيء. في باب هنا تدخل من الشباك ليش؟ ايوه انت اللي تتحرش ليفل واحد هذا. يمديني ارفس واضرب. اوكي يمديني اسوي بلوك للضربه. حرام السياكل هذه كلها موجوده لا اقدر اشيل واحد. ياه اوكي بعد ما اقتله تحصل عنده سكرابس. حلو والله لوت الزومبي. حلو الحين يبانا نطلع فوق هناك على بعد 40 متر. خلك خلك في شغلك ما راح ازعج. تعرف تسبح معي؟ ما تعرف تسبح الحمد لله. يا سلام والله جميل صراحة. حرفيا سبايدر مان. حرفيا سبايدر مان. اوكي جنبي هذا وانا في سلم وانا جالس اناقص. اوكي 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 وصلنا وصلنا وصلنا. ويلكم تو ذا ووكينج ديد بلدور على بعد 2 كيلو وتبدا رحلتنا من هنا. ربي ووكينج ديد. انا ما احب المفاجآت. اوه كنت بدخل. لا اله الا الله شو لنا دخله ثانيه الله يرحم والديك. طيب نجي من الطرف الثاني. في واحد زابن هنا. والله ما ودي احارشكم. والله والله هذه يا اخواني يبالها ترفع ثوبك وتربطه وشد. بسم الله واحد اثنين ثلاثة. ما احد حس فيني، ما احد حس فيني ابدا. ما احد حس فيني. بس والله يا اخوان معاهم لوت كويس، بجلدهم. بجلد هذا اللي لاحقه. جاتها. فيني فيني. $4 امتي ما عنده شيء، يعني مش كلهم عندهم. يقول لك انتظر استامينا هذا. يقول لي انتظر السمنة تعبى مو تركض كذا و لازم نشوف طريقة نطورها. بس حاليا ما عندي شيء من اللوت يعني ما جمعت كثير. ايوه بسم الله وش ذا. والله على بالي راس واحد. اوه خبرات انشارت.
اوكي على بالي بطيح. اوه الزيب لاين. واحد اثنين ثلاثة. بس هلا. حلو. ايوه وصلنا الى الكهف. هذا الطريق الوحيد اللي طلعني لفوق. ف ايوه من هذا. السلام عليكم. ايش رايك تطيح؟ طاح. اي والله طاح. الله يرحمك. حلو. يا سلام بيكون منظر رهيب من هنا. دقيقة. يمديك توقف؟ يمديه يوقف. يا جماعة استمتعوا. والله استمتعوا. اوكي خلاص. اسفين. جمب. اوه الله. باركور يا حبيبي. لعباتي. يقول لك اضغط يو عشان تشوف السكيلز. اوكي خلونا نشوف السكيلز. يو هاف ليفل اب باركور على طول بالنطة هذه بس. حلو. اول سكيل بوينت يا اخوان يجينا في الباركور ممكن نستخدمه الحين ونفتح فيه احد السكيلات اللي موجودة. في عندي هاي جمب. اذا كان مرة بعيد سلم نوصله بهذا الابيليتي. طبعا غاصبني اني اشتري هذا. لكن بعدين يوم يجينا السكيلات ممكن اكتف لاندنج هذا اذا نطيت من مكان عالي. مهم جدا. الكومبات للاسف ما عندي بوينت. واضح ان في شغلات رهيبه كثير برضو راح نجيها مجرد ما نوصل للسكيل بوينت. Almost there. Almost there. شوف الحين بما اني اشترت هذا بالغصب يعني يباني اجرب على هذا عرفت. ينط ويعطيها نطه كذا برجله بعد. والله بنحلل السكيل بوينت ما لومه يوم جبرني اشتريها. اوكي لازم كل شوي اوقف عشان It's already dark. It's time to hide somewhere for the night. It won't get any better than this. اوكي لازم نتخبى في الليل. في الليل لازم نزبن. يقول لي search for a safe place to sleep. مكان امن عشان ننام فيه. شوف معلم لي على الاضاءة بالابيض والغاز بالابيض. ما ادري في شيء اسويه الظاهر في الليل بالليت. اوكي يمدينا نشل الغاز. شكلي بجيب العيد انا. ايش هذا ignited؟ ما ودي اجرب والله ما ودي اجرب لاني اعرف حظي. خلنا نرميه. ايوه هذا واضح ان السيف بليس اللي راح نمسي فيه الليله. اول شيء في جراج هنا خلنا نشوفه. افتح بسرعة يرحم امه. ايه جاب عيال القبيلة كلهم. What the hell is that? انحاش بتتم تناظر. ايش الزومبي الملتهب هذا؟ ثواني 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 خلنا نستوعب. زومبي يطير وكله نيران. يذكرني باللعبة هذيك حق السلاسل اللي فوق دراجة وكل السلاسل نارية اللي معاه. ما ادري اذا تعرفونها ولا لا. اوكي يقولي لازم تنتبه للاحمر هذا اللي عند رقم واحد انه بيسوي الباور الضربة القاضية حقه فلازم اسوي لها دوج. هاتولي اياه هاتولي اياه هاتولي اياه. ايوه ايوه الحين ركز في هذا ولا في هذا. انا صبر صبر. اوكي عرفنا الدوج. لازم استخدم ميديسن. ايش طيحنا انا عند هذا. المشكله هذا سبايدر مان على ابو سب. طيب ادخل وسكر الباب يا اخي. السلام عليكم يا اخي. السلام. ايوه
اسمع الصياح والله لا اجيك اصبر بس خلنا هيل خلنا نسوي كرافت ميديسن. والزهرة هذه مهمة شامو مايل. العسل حاله ما يفيد. وين الهيلث حقي؟ هذا اللي فوق الاحمر والله ناقص كثير. بدخلكم واحد واحد. ها واحد 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 اخوانا واحد واحد. ما حد وده يدخل. تعال الاحمر هذاك الزق وينه؟ تعال ايوه تعال تعال يا قلبي يلا خلاص 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 خلاص. خلنا نشوف من فوق ممكن نتفاهم معاهم. هذا اللي يطير هذا نتفاهم معه. ها ممحون ممحون حكه فيه حكه فيه. يبا بنزل لك وربي لا انزل لك. شوف انا بجلس فوق هنا فوق وهذا لما يوصلوني. انت الوحيد اللي توصلني. تعال شغلوا لي النغمه. تعال تعال اشوفك. تعال تعال لا تحكها هنا. اوه الغاز اللي هناك يا اخوان. بعطيها النطه على هذا بسرعه. لا 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 خرب بيتك. تعال 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 ادخل داخل. تعال تعال ادخل داخل. تعال ايش ما يدخلون داخل زومبي ولا كيف؟ دامها نجلدهم على واحد واحد. ايوه تعالوا تعال تعال انت وينك شرط. او باقي واحد انا. او والله شرد هذا. لا 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 موجود جاء النشبة. نجن النشبة بس الله يخرب بيت صوته يا اخي. كويس انه خلاني اتفاهم مع هذا. لا وبعدين اتجالد معاه. تعال لا تجلس تصارخ وانت فوق هناك. خلنا بلوتهم على السريع. يخرب بيتك لازم انتبه له. يخرب بيت جدك. تعال 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 تعال. قولوا تعال تعال تعال. ورب الكعبة سويت دوج. لا 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 والله ما تجلدني هذه. والله ما تجلدني هذه. الله يخرب بيت ابو جدها. تعال انت تعال. تقول جالس اربي طفل انا. رفع الضغط اقسم بالله اني عرقت. سكر الباب بس سكر. شوف النظام اللي يدخل الغرفة كذا تطلع لي من فوق ومن تحت ما لها داعي والله. نظام الكبت. نظام لعبة الرعب اللي نزلت فيها الأسبوع الماضي. Someone moved them not long ago. من هو طيب؟ It's been moved. اوكي يعني في شيء في شيء يعني ورا الدولاب ولا كيف ما فهمت. لا 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 خل منك الازعاج. انت في مكان هادي ورايق دخلت عشان تنام. ما يمنع شوي تلويت. اوه ايش هذا شليته حلو.
لونج اكس. حلو، عندي سلاحين الحين، وهذا الراجدي تشوبر لسه ما استخدمته، بس هلثه مره ناقص، او الدورابيلتي هذا اللي هو 40 من 40. طيب هذه غرفة النوم الظاهر بديهيا يعني ما في مكان نام فيه هناك. لا هذا المكان اللي طلعت منه ولا ايه؟ هذا المكان اللي طلعت منه، او انه بديهيا اقول دور دور على السرير. اوكي let's give it a try. اوكي يمديني ادزل هذا. انا فهمت من الكلام ان في حد حرك، شكله في حد نايم داخل. This is it. The broadcast station. I gotta start the generator. او في واحد ينام هنا عادة، فلازم اشغل جنريتر الحين. Turn on the power in the building. اوكي. صح احنا حاولنا نفتح الباب بعدين الزومبي جاء اذاننا. اوكي بسم الله. لا تقول في زومبي بعد يجي. كويس. اوكي هذا ايش؟ سكرابس. وهنا الجنريتر. يا سلام. شغل يا ولد. انتع. اي. ما شاء الله الفلة. ويت انت ليش؟ مورنينج. ايش اللي ابى انام، ابى ادخل انام. طرب والله. وين الراديو هذا؟ هذا هو. سكر الباب. وين المدخل السري هذاك؟ وربي احلى نوم الحين. سيف زون. اوكي يو هاف انلوكت ذا فيرست سيف زون. يقول لك كل سيف زون فيهم اليو في لايت هذا اللي تشوفونه الازرق، فهذا يخلي المكان سيف يعني. اوكي وهنا ممكن نغير من نهار الى ليل والعكس في هذا المكان، وممكن الستاتش هذا نحط فيه لها اغراضنا في السيف بليس. نروح نستكشف اذا الشنطه ما تكفي ونخلي شوف هذا الستاتش. اوكي مثلا ممكن نحط فيه لها الاسلحه هذه، بس انا بخلي كل شيء معي. في جلافز معي وفي ارمر، وهذه شغلات اللي اخذناها اليوم، رز وسجرت والصابون والامور هذه. في ريسورسز كويس، هذا كل شيء معي حاليا في اليوم الاول. الله الكرسي متعوب عليه والله. نيكي الحين يمدينا نشغل راديو. ليتس رول. وين مايك؟ شوف المايك على يساري هذا. اوه كم كان الرقم؟ 140 200. اختبار لذاكرتكم، كم كان الرقم؟ هذا هو 140 200. ما عقدوا لنا اياه، لو عقدوه جابوه كذا كان خبصت، بس كان الرقم واضح. الحين بنسولف مع اخوينا هذاك ولا كيف؟ This is Aiden, over. Anyone there looking for a pilgrim? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في مقطع جديد. ما حد بيرد؟ I guess I have to wait until morning. اوكي ننتظر مورنينج. ما enough of that. Time to sleep. I'll try again in the morning. على السرير وديني. Wait until morning وبعدين ممكن نجرب مرة ثانية. يحلم هذا ولا ايش صار؟ But like now? No, when we're old. Now, Aidy. We need supplies. Everything's ready. It's so quiet. Where is everyone? Maybe they're all dead. You're stupid. Let's go. Now. Be all right. من هذه؟ الغريب انها كان البنت تقول لها ايدن.
مجمعين شباب الحارة كلهم هنا ليه؟ Wait here. Nothing good will come of this. Have you brought 12346? We were supposed to take the patients back to the city. Don't worry. They'll let us go soon. Allah. I'm scared. Aidy هذه مو ب I'm here with you. Okay. You're safe with me. I know. سالفة شخصيتي كانت بنت وتحولت. عيال الحارة كلهم هنا. Do what I tell you. ايوه تجارب شكلها ما فيران تجارب شو ايش معنى فيران تجارب من احلى واحد فيهم this is how we'll always find each other not him sorry انا اسف شخصية ولد مدري ليش الصوت كان صوت بنت هذا انا وانا صغير دكتور وولز we won't make it the military will be here any moment wait close your eyes اعطاني اللقاح رقم 1 2 3 4 5 بعد اللقاح فلسعت Fire in the lab! واحترق اللاب. المختبر. مية كويس بعدها موجودة. محشورة داخل. شكله بخلينا نلعب شخصية الولد وانقذها والله ولا شيء اوكي صحينا من النوم وصل النهار وصل النهار وصل الحين بنجرب الراديو مرة ثانية time to contact the guy Spike was talking about اوكي 140-200 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله شباب في مقطع جديد من لعبة 140.200 ميجا هرتز هلو هلو ايدن يس I was supposed to get in touch with you I thought you'd change your mind why are you looking for Waltz Pilgrim to find someone else her name is Mia اوكي 15 ندور على هذا عشان I know who you're looking for ايدن اوكي You want to know why Waltz was doing those experiments on all of you? Why you are stronger, more durable than others? Okay. I just want to find Mia. I've been looking for her since I left the survivors' camp. Can you help me or not? Maybe I can. Let's meet, Pilgrim. Where and when? Entrance to the metro tunnel by the bay. You can get inside the tunnels through an open GRE hatch. I'll meet you there. اوكي عندي خريطة ممكن اشوفها ونروح نقابل هذا الحين فهمنا ليش لاحق على ويلم I think you're not doing this for free I have to leave the city but I won't make it on my own outside Take me to New Paris and we're even Along the way I'll tell you everything I know Over and out Wait I have to at least know if she's alive She's alive اوكي كويس I'm going to the rendezvous I'll see you later, Aiden. حلو. أنا ما أعرف صراحة إيش تقرب لهذه إيدن بس ميا أقصد. ولكن يعني شفتوا واضح من صغرهم قبل 15 سنة كانوا متعلقين في بعض وكذا. كذا يا شباب أنا بنهي اليوم الأول في الحلقة الأولى. أتمنى أن نالت على إعجابكم. اكتبوا لي في الكومنت إذا ودكم تشوفون تكملة للسلسلة ولا تنسون تحطون اللايك والكومنت والشير برضو حركة إنك تنشر تضغط شير وتوديها للواتساب رقمك الثاني في الواتساب ممكن أنها تنفع وتفيد يعني تساعد أنها اليوتيوب ينشر المقطع أكثر ونحصل مشاهدات وبس شكرا على المشاهدة تمشوكم على خير السلام عليكم ورحمة الله